واستغلالا لمعلومات تحصل عليها افراد الفرقه الاقليميه للدرك الوطني بالخروب، مفادها وجود شبكه تعمل على تهريب وبيع القطع الاثريه، تعمل عبر محور الجزائر العاصمه جيجل سكيكدا وولايه قسنطينه، على مركبتين سياحتين تتنقل بحذر شديد بصدد التحضير لبيع كميه هائله من القطع النقديه الاثريه. بعد اتخاذ جميع التدابير والاحتياطات الامنيه تم رصد الشبكة، أين تم توقيف سيارتين سياحيتين على متنهما 6 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 25 سنة إلى 45 سنة، وحجز أزيد من 2351 قطعة من القطع النقدية الأثرية تعود للعهد الروماني. المجموعة النقدية متكونة أساسا من نقود حوالي 2300 قطعة نقدية تعود للقرن الرابع ميلادي، وهي للفترة هذه معروفة أنه حصل تضخم مالي في تلك الفترة، في فترة الإمبراطور الروماني قسطنطين، فلهذا عندنا هذه المجموعة الكبيرة. طبعا في قانون وزارة الثقافة، قانون 98/04 ليحمي هذا التراث، فاحنا نشكر كثير قيادة الدرك الوطني انه استرجعوا هذه المجموعه اللي حتدخل ان شاء الله مع نشوفوا مع قياده الدرك الوطني انه تدخل في مجموعات المتحفيه لمتحف سيرتا حتى نستطيع ان نعمل حولها بحوث وتعطينا معلومات اكثر واكثر لنقدمها ان شاء الله للجمهور الجزائري.